أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. المحكمة في يومها الثاني، قصة أبو عدس خيالية، وبدر الدين قائد المجموعة. الحريري يعلن استعداده للمشاركة في حكومة مع حزب الله. وفي النشرة، صواريخ على عرسال 9 شهداء بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي ونيكول الحجر. مساء الخير. في لاهاي تتوسع المعطيات بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن من لاهاي أيضا خرج الدخان الأبيض السياسي لتأليف الحكومة. المحكمة الدولية تابعت جلساتها لليوم الثاني، وكشف الادعاء جملة من الأمور المحيطة بالجريمة، لعل أبرزها أن المتهم مصطفى بدر الدين هو الموجه للعملية، وأن المتهمين عنيسي ومرعي كانا آخر من شاهد أبو عدس، وأن أبو عدس لا يتقن قيادة الشاحنات ولا حتى الدراجات. كما كشف الادعاء أيضا أن الشاحنة المفخخة جاءت من جنوب بيروت، لكنه تم شراؤها كما الخطوط الهاتفية من مدينة طرابلس بهدف التضليل. أما فريق الدفاع الذي عقد قبل قليل مؤتمرا صحفيا، فلم يرى جديدا فيما قدمه الادعاء، وأن هذه المعطيات غير كافية لتثبيت التهمة. سياسيا، حسم الرئيس سعد الحريري في مقابلة مع وكالة رويترز الجدل بشأن موقف تيار المستقبل من المشاركة في حكومة جامعة، فأعلن استعداده للمشاركة في حكومة تضم حزب الله، معتبرا أن الخطوط الحمراء تمليها احتياجات البلاد، ونحن نريد أن تستقر البلاد. لكن دخان لاهاي الأبيض قابله دخان أسود في عرسال، فما كاد البقاع يستفيق من تفجير الهرمل حتى طالت الصواريخ مدينة عرسال، موقعة 9 شهداء ومخلفة مأساة لا توصف داخل عائلة زاهر الحجيري الذي فقد 5 من أطفاله. وإلى لاهاي ننتقل مباشرة مع الزميل بسام أبو زيد ليخبرنا عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمحامي الدفاع الذين أكدوا أن لا جديد في الاتهامات حتى الآن. بسام، يعطيك العافية، يعني في ظل هذا الطقس البارد، لماذا لم يقتنع محامو الدفاع بكل ما يعني أثارته المحكمة أمس واليوم؟ يعني يزبك، لابد من الإشارة بداية إلى أن هذا المؤتمر الصحفي عقده فقط محامو الدفاع مصطفى بدر الدين وحسين عنيسي، باعتبار أن يعني المحامين عن بدر الدين وعنيسي هم الذين يوم الاثنين ستكون لهم فقط مداخلات افتتاحية. أما المحامين الآخرين عن أسد صبرة والمتهم الرابع يعني سليم عياش لن تكون لهم هناك أي مداخلات في هذا الموضوع. هؤلاء قالوا بأن ما تقدم به الادعاء ليس بجديد، بل هو قديم وتم تداوله في وسائل الإعلام منذ فترات طويلة، وليس هناك من أي جديد في هذا الموضوع. كما أراد يعني محامو الدفاع عن عنيسي وبدر الدين أن يملأوا الفراغ الممتد من هذا المساء وحتى يوم الاثنين، باعتبار أن الادعاء والمتضررين أخذوا مساحة كبيرة من الإعلام المتعلق بانطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، ولذلك أراد الدفاع أن يملأ مساحة الفراغ هذه أيضا بمواقف له كي يتم تداولها مع المواقف التي أو مع الأدلة التي أعلنها الادعاء، ويعني المواقف التي أعلنها الذين يمثلون المتضررين من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ما لفت أيضا في كلام الدفاع بأنهم حاولوا إلقاء التهمة على مجموعة 13، هذه المجموعة التي كان قد ألقي القبض على عدد من أفرادها أو على كل أفرادها في لبنان، وكانت يعني تم تسريب بعض المعلومات التي تقول بأن هؤلاء قد اعترفوا بأنهم هم يقفون وراء جريمة الاغتيال. وكما قال المحامي أنطوان قرقماز، أشار إلى أن هؤلاء اعترفوا بالفعل بأنهم يعني يقفون وراء جريمة الاغتيال، ومن ثم تراجعوا عن هذا الاعتراف، سائلا لماذا تم التراجع عن هذا الاعتراف وكيف تم التراجع عن هذا الاعتراف. ويبدو بأن محامي الدفاع سيثيرون هذا الموضوع في خلال يعني المرافعات التي سيقومون بها أمام المحكمة الخاصة بلبنان. أشاروا أيضا إلى أنهم لم يعطوا الوقت الكافي أو لم يكن لديهم الوقت الكافي كالوقت الذي منح للادعاء لإعداد قضيته. على كل يزبك، نستمع إلى أبرز ما قاله المحامي أنطوان قرقماز في هذا المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء هذا اليوم.